رغم الاتفاق مشاهدينا على تمديد جديد للهدنة السادسة، المعارك تتواصل بين الجيش السوداني والدعم السريع في أكثر من موقع في السودان. سأبدأ مع ولاية الخرطوم، هناك ثلاث مناطق متوترة تشهد عمليات: الخرطوم العاصمة وأم درمان وأيضا خرطوم بحري. في وسط الخرطوم وتحديدا في محيط القصر الجمهوري كما نتابع هنا، حيث تقول قوات الدعم أنها تسيطر عليه، دوت انفجارات وتصاعدت أعمدة الدخان واستمر تحليق طائرات الجيش. سأنتقل الآن إلى المنطقة الأكثر توترا وهي محيط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السودانية، ودائما نتحدث عن الخرطوم حيث تتواصل الانفجارات والاشتباكات العنيفة بين طرفي الصراع هناك. هناك أيضا منطقة القيادة العامة التي تعرف بالخط الأمني والتي تضم كما تشاهدون هنا مشاهدينا مبنى الاستخبارات، مبنى القوات البحرية السودانية، رئاسة أركان القوات الجوية السودانية والقيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الأركان، وكل هذه ما زالت كلها تحت سيطرة الجيش السوداني. أما محيط القيادة العامة فما زال يخضع لسيطرة الدعم السريع والذي يشمل عددا من الشوارع. سأنتقل الآن إلى الخرطوم بحري كما نتابع في هذه الخريطة، حيث تشهد اشتباكات متقطعة ويقوم الجيش بتمشيط المنطقة من قوات الدعم السريع. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.